نبداو الإجابة على الأسئلة ديالكم على بركة الله. أول سؤال جاني هو I just want to say الله يسلك أخي والله يسلك تانتا أخي الغالي وحفظك الله ورعاك. إمتى غنديرو شي قهيوة؟ مرحبا بك أخي الغالي. المهم نديرها وقت ما بغيتي، خاصك كتاب إن شاء الله، أنا ما عندي حتى مشكل. تحياتي لك، نتمنى نتلاقى في القرب العاجل إن شاء الله. عندي مشكل هو أن تنعرف نهضر لونجلي، مي أنني نكتب بها كندير أخطاء بزاف ديال الكلمات. بما أنك كتهضر بلونجلي فحيدت عليك بزاف ديال الخدمة، فالكتابة بلونجلي هي تا أنا تندير الأخطاء بلونجلي، ولكن مع مدة يعني ملي تبراكتيسيها مع مدة حاولي تكتب تشاتي بها وتقرا بها المقالات وهذا، ومع مدة إن شاء الله غتحترفها. تحياتي خويا، انا انجي المرزوقه في 14 اكتوبر، باغي نتصور معاك. مرحبا اخي الغالي، بغيتك توريني كيفاش مفتش ندوز اكدز الجاب اكدز المرزوقه. المهم ما عليناش، بالنسبه للمرزوقه انا ماشي ولد المرزوقه، انا بحكم السياحه تنكون فيها بزاف. فمرحبا وقت ما بغيتي نتلاقى معك تلقى معك، خاصني نكون في ديك البلاصه ان شاء الله. مرحبا بك، بغيتي نوري لك البايس فين تمشي، صيفط لي في الخاص هذا، صيفط لك الاماكن اللي تمشي ليهم اللي تشوفهم. و من زيت تترتنون لبس غرسان صحت بخير، الله يلا بخير، الحمد لله، يلا كيف تاسني يا نميان على خير تاني ميرت. كيفاش نخدم مع الاجانب واخا ما عندي لغة؟ واخويا بالنسبة اللي ما عندوش اللغة فتكون صعيب شوية، ولكن ما تفقدش الامل. يقدر مثلا شي شركة تخدم كسائق مهني تسوق بهم الكار ولا مينيبوس، فكاين شركات اللي مثلا اللي تيمشي تيكون شيفور واخا ما يعرفش اللغه ماشي مشكل، ولكن خصو يكون عارف الطرقان وتيكون معاه الجيد هو اللي تيتواصل مع الاجانب. يعني هذه الطريقه ممكنه، الله يسهل عليك. كيفاش تبديتي في المجال السياحي وكيفاش تعلمتي الانجليزيه؟ بالنسبه للسؤال ديال كيفاش تعلمت الانجليزيه، فراه الجواب في فيديو في القناه ديالي ولا في لي باج ديالي، راه موجود فيديو تما. وكيفاش تبدي في مجال السياحه؟ انا بديت بواحد الرياض صغير في مراكش، تما ملي بدات التجربه ديالي في المجال السياحي شويه التحقت بالنقل السياحي، كنت ندير لي ترونسفير بين المطار والرياضات ولا الاوتيلات. شويه بشويه التحقت انني ولي ندير سيركويات يعني مدارات طوال، شويه تولينا مرشد سياحي. وتحيه لكم، وهذا السؤال بالنسبه لهذا السؤال كثير هذا، باش يعني ما نبقاش نجاوب عليه بزاف، فانا جاوبت عليه في هذا السيد هذا، باش حتى واحد ما يقولش ليا ما جاوبتيش السؤال ديالي هو نفس السؤال. يعني بحال هذا السؤال كثير دابا، هذا ما كان بالنسبه لي بغى يخدم في السياحه، فالله يسر لي، راه كلشي ساهل. كنتمنى نخدم في هذا الدومين ولا نخدم في شي رياض مولوعه بمجال السياحه. وتحيه ليك من زاكوره، تحيه كاع الناس ديال الجنوب الشرقي، تبارك الله عليكم عليهم، تلقاهم مولوعين بالمجال ديال السياحي وتيعطيو فيه، هما اللي خدامين فيه، هما اللي الاغلبيه الناس اللي خدام في القطاع ديال السياحه هما الناس ديال الجنوب الشرقي، وتحياتي لهم. إلا طلعتي لطنجه سول فينا، سول فيك الخير اخي الغالي، وحافظك الله الدار الكبيره لا مرادار ان شاء الله. كي درتي حتى وليتي مرشد سياحي؟ بالنسبه للارشاد السياحي ولا تولي مرشد سياحي، فالدوله ولا وزاره السياحه تيقوموا كل عالم، المهم ما كاينش واحد وقت محدد، تيدير مباراه ولا كونكور ديال انك تولي مرشد سياحي. يعني تاخذ الناس الاولويه تعطى الناس اللي عندهم تجربه في الميدان، اللي ديجا تيديروا الارشاد السياحي ولكن بطريقه غير نظاميه، فتاخذهم اللي تينجحوا تيعطيهم الشاره ديالهم، ولا تيوليو مرشدين رسميين تابعين لوزارة السياحة وعندهم لاباطون ديالهم وهذا. المهم هذه هي الطريق باش تولي مرشد سياحي. دابا اللي ما عرفش فين جات كازا كيفاش يمشي لها؟ تحياتي، انا نقول لك كيفاش تمشي لكازا. غتمشي تزور المدن ديال المغرب كاملين، تتلقى واحد المدينة كبيرة تلقاها كتوكل الخبز للفقير والغني، يعني اللي مشى ليها تيخدم وتيجيب فيها طرف ديال الخبز، فهذيك هي مدينة كازا. تلاقيتك في طنجي كنقول واش هو ولا لا، دابا واش تاكدت واش هو ولا لا؟ المهم تحياتي لك، وعلاش ما كنتي تسلم علينا صاحبي؟ هانيا تشون. السؤال اللي عندي، واش ممكن تخدم مرشد سياحي فقط بشي شهاده من عند الامن الوطني او شي مندوبيه السياحه؟ شكرا لك. لا اخي للاسف ما يمكنش للامن الوطني يعطيك شي شهاده باش تزاول المهنه ديال الارشاد السياحي ولا مندوبيه السياحه، الا قريتي في شي مدرسه خاصه بالارشاد السياحي ولا دوزتي الكونكور ديال الارشاد السياحي. هادو هما جوج طرق اللي يمكن لك تاخذ بهم تولي بهم جيد اوفيسيال.
مرحبا بك في مدينة كل ميمة فوق ما جيتي. تحياتي تحيا الناس كل ميمة وحفظكم الله ورعاكم. مرحبا بكم الجنة. الله يسليك اخويا، تنميرتك على المعلومات اللي كتبارطاجيها، تنميرتو للي ما حفظك يحفظ ربي ودمتكم. مرحبا الله ودي. شحال جبتي في الباك؟ جبت فيه داكشي اللي جابوا فيه المغاربة كاملين، ودابا سول لي المغاربة كاملين شحال جابوا في الباك. ايش قال حالا يدير؟ سبحان الله مقبول من عند الله. الله يسهل عليك، الله يسهل عليك انت اخي الغالي، حفظك الله ورعاك. شكرا. اولا تحياتي. انت شخص بشوش ومحبوب ما شاء الله عليك، يبقى على حالك هذا. سؤالي هو، اتمنى فقط لقاؤك يوما ما ان شاء الله، حفظك الله. وانت ايضا او انت يبقوا بشوشين، هذا ما كان. سلام، انت عزيزه ليا بزاف، ديما متابعك خوك من تيزني. تبغيت نبدا مجال صناعه المحتوى، شنو المجال اللي نخدم فيه؟ تحياتي. دابا ما فهمتش يعني المجال اللي غادي فيه صناعه المحتوى. هذا السؤال اللي تنكره، هو بغي هو كيفاش انا بغيت ندير محتوى، كيفاش بدا بعدا يعني كري لي باج ديالك وبدا، وديك الساعات غيبا ليك الناس ديالك يعني شنو بغاو فيك بالضبط. سلام ولا سلام، بلا مشكلة في سميتي. فاش يقول شي واحد السلام تكتب السلام هكا، ما عرفتش يقصد سلام ولا السلام. المهم ما عليناش، انت دابا تبارك الله ساليتي المغرب كامل. اين مدينة عزيزة عليك واللي كترتاح فيها؟ اكيد مدينة مراكش، وبدون تردد عزيزة عليا مدينة مراكش. وانا كنت سارة في السوشيال ميديا بيان سور، كان كونسومي لو كونتوني الزوين، تلاقيت مع كونتوني هاد السيد فغيمون تبارك الله عليك. الله يكبر بك لي الشرف، حفظك الله ورعاك، الله ينورك. ويلكم برادر توارز زاترك عزيز، وغالي الله يكبر بك. تحياتي زول مسلم. سلام، هاو ار يو دوين مان؟ كيب جوين، يو ار ذا بيست. ثانك يو سو ماتش، ار ذا بيست اولسو. ثانك يو. اد كانوا غشفايا اوهو اقبايا. فين غتستقر انت والزوجه ديالك؟ حاليا غنستقر في قلوب بعضياتنا، العنب اضيل بالامازيغيه. انخكيك مراكش البساطة التواضع. اي سيت سيدي عمرو يتريت ورفي لا وسما ما تقصد تيزيد سيدي عمرو. مهم تحياتي، حفظك الله ورعاك. شكرا. السلام عليكم سي سلام، هانياك وشي مزيان، اش اخبار الوالدين؟ الله يسهل لك ولجميع المسلمين، امين يا رب لينا وليك والناس اللي تفرجوا في هذا الفيديو. هذا شي حاجة تعلمتيها في هذا المجال اللي تقدر تشجع بها ولا تنصح بها أي واحد؟ وهو صراحة اللي تعلمته بزاف في هذا المجال ديالي، هو أنك تحب وتقدر داك الشيء اللي عندك وترضى بما قسمه الله، وأيضا حب الوطن. صراحة الخدمة في السياحة تزرع فيك حب الوطن أكثر وأكثر. شي اسم ديال شي فيلم انجليزي اللي ممكن تستفد منه من حيث اللغه؟ تحياتي بسلام، حفظك الله. المهم من بين الافلام عندك سيدي ذا بلاك شيب ولا ذا كوين. عموما الافلام ديال اللغه الانجليزيه تعاونوك انك تعلم الانجليزيه، ولا ذا مان ان بلاك، ولا ذا مان ان بلاك، ولا الرجال ذو البزه السوداء. هادو كاع افلام اللي يعاونوك الانجليزيه يحفظون بزاف ديال التعابير. مرحبا بك في اكتوروغ، تحية تنمير تيتوروغ، كنحفظ ربي. السلام عليكم، انا كنهضر الانجليزية ويلا خديت بيرميت دي. واش عندك شي فكرة على شي شركة ديال النقل السياحي اللي ممن المهم؟ انا فهمت ما يمكنش لي نقول لك الاسماء ديال الشركات باش ما تسماش دعاية للشركات ولا هذا. راه كاينين شركات بزاف، المئات ديال الشركات، تدخل الانترنت تدخل المري ديالهم عيط عليهم ديريكت. عمرك مشيتي لدمنات ولا طريق بين دمنات ووارزازات؟ الا جيتي شي مره مرحبا بك، سول فينا. الله يودي دمناتي ميني فريتي زيت تنزل الغسات وتلقى الثاني مع غوت ناسيونال نيميرو 10 النمره رقم 10 هذا مكان. ما خلي قريت غريت استمغرا، علاش ما عرفتيش عليا اللار؟ زعما نترجمها باش كلشي يفهم بلي انت ولا انت ما معروتش. حقا انت ماشي مشكل. نعاودوا العرس كاع الناس اللي تقلقوا مني، شنو غنعرض عليكم؟ نعاودوا العرس. هذه مناسبه لشي تريتور هذا ياخذ لي فينمو ويعاود لي العرس كامل، ونعرض على الناس ديال الفيسبوك ديالي كامل، ما عرفتش شحال ديال الناس. المهم تريتوري مولكوش انا مع نعطيكم مرحبا. ايو سي سلامي لا غوتور ادكيد نود ما ونمكي قسامر نايا كان ودوري تمازير تمازيخ تك حضر بيت نميرت ايو زي تسامر هولوتن. عماد 15 عام كنتفرج فيك بزاف، تحياتي من قليميم، تحيا الناس قليميم حفظكم الله ورعاكم تبارك الله عليك.
علاش ما ديرش رحلات منظمه للمغاربه للجنوب الشرقي وتكون بثمن زوين؟ والله والله نمشيو معاك انت. مرحبا بكم، شي نهار ان شاء الله ندير عليكم مفاجاه ونضمو شي رحله بالكار ولا بالميني بيس ونمشيو اون جروب للجنوب الشرقي، علاش لا. مرحبا بكم، تلاقيتك في الرصاني، تحياتي لك من ارف وتهنا سرفود الناس الرصاني والناس تفيلت عموما. في اي مدينه تزاول عملك حاليا؟ كنزاول العمل ديالي في المغرب كامل، يعني اي بقعه في المغرب تقدر تلقاني فيها. شي نهار نشوفوك في مرزوقه ان شاء الله. تحيه الناس مرزوقه. شنو هما الايجابيات اللي كتلقى في الخدمه تاعك وشنو هما السلبيات؟ ايجابيات هما اخويا كل نهار كنشوف وجه جديد، وكل نهار كنشوف ثقافه وهويه جديده، وكل نهار كنشوف ناسيوناليتي جديده، وكل نهار بلاصه جديده. هادو من الايجابيات والحسنات ديال الخدمه ديالي، وزيد على ذلك كنتسارى فابور وتنتخلص. تحيه للناس كاع ديال السياحه. والسلبيات، السلبيات والله ما نكذب عليك ما كاينينش. I have no question, we just missed the tour. Okay, thank you so much. Make a video in English. Well, this is a video in English. انا ولد غير نمقون، قريه تاعي عفر. مرحبا بك تما، واحد السيد سميتو نور الدين الراجي نجح في امتحان محمد. تحيه لنا عفر، تحيه لنا سي غير نمقون، تحيه لنور الدين الراجي. مبروك عليك، هذا شي صاحبك ذكرك في هذا المجمع هذا. لماذا لا تاتي الى بني احمد؟ منطقه جد جميله في فصل الربيع، انصحك بها ان شاء الله. نجيو لها في القريب العاجل ان شاء الله من اللي كتب. تحياتي الناس بني احمد. فاش تكون في الرشيدية؟ مرحبا بك، تحية الناس الرشيدية، حفظكم الله، يرحم بكم الجنة. ملك التواضع، الله يسر امورك اخويا، تحياتي، شكرا جزيلا، حفظك الله ورعاك. شحال هادي ما جيتي للسويرة؟ مرحبا بك انت ومالين الدار، ترحم بك الجنة. راه تقريبا شي 10 ايام هادي ما كنت في السويرة، واقيلا شي 10 ايام ولا 15 يوم هادي باش كنت في السويرة. تحياتي لكم. ميغا انت ما زرتنيش، تياتنا واحد قلعه البنايه مدوار اسم البلاصه اسم سيغيل نونغو. اقليم طاطا عمرك مشيتي ليه؟ دير لينا شي زياره ان شاء الله. اقليم طاطا مشيت لفم زقيط، اقليم طاطا. تحيه للناس فم زقيط والناس اقليم طاطا عموما. وفوقاش نشوفوك عند حسين الجرفيه كجرفيس السي عبد السلام سلام، تحياتي لك، حفظك الله ان شاء الله. غادي مثلا نمشيو لعند حسين، تحيه لحسين الناس مرزوقه. السلام عليكم سلام، لاباس عليك، مرحبا بك عندنا العرس النهار الخميس ان شاء الله، ترحب بك الجنه. المهم راني معروض للعرس، تحياتي، شكرا. سلام اخي سلام، تحياتي لك من الرشيديه. بغيت نسولك، انا عندي مع الانجليزيه، فاش غتقدر تنفعني؟ كتنفع انك تفرج ام بي سي 2 بلا ما تقرا السوتيتراج. تحياتي لك اخي. المهم الانجليزيه راه تنفع كلشي، اللي عنده الانجليزيه خاصك تعرف كيفاش تقلب. غتنفعك في السياحة، غتنفعك في الترجمة، غتنفعك في شلا حوايج. المهم خاصك تعرف كيفاش تبقشش، الانترنت بين يديك، استغله. سلام خويا العزيز، راك ديما منور، مرحبا بك في أي تحية. آنيف، تحية للناس، أي تحية ديال آنيف، حفظكم الله ورعاكم. سلام النخ ينود ميروانا، كيحضر بولاك ينود ميروانا تيتان مير.